يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. كالعادة النهاردة حلقة تكون غاية في الأهمية، أخبار عديدة وموضوعات كثيرة هنتكلم فيها مع حضراتكم على مدار حلقة اليوم. خليني أقول لحضراتكم أن ضيف الحلقة هيكون الأستاذ أسامة صقر رئيس القسم الرياضي بجريدة الجمهورية، والحديث هيكون مستفيض في بعض الأمور الهامة جدا بالتحديد فيما يتعلق كمان بنادينا الحبيب النادي الأهلي. خليني في البداية أروح أشوف أهم وأبرز عناوين حلقة اليوم، يلا بينا. فايلر يمنح لاعبي الأهلي الأساسيين راحة من المران اليوم، والأهلي يستأنف تدريباته غدا استعدادا لطنطا. اليوم بدء تدريب الحكام على تقنية الفار، واتجاه لإقامة قمة الدوري بالإمارات. طيب، يعني اتكلمنا امبارح عن مباراه الاهلي وبلاتينيوم وخلاص صفحه واتقفلت، يعني احنا بنركز في اللي جاي دلوقتي. الفريق النادي كله بيركز في اللي جاي. اللي جاي ايه؟ ماتشين في بطوله الدوري، اولهم مباراه طنطا باذن الله تعالى بعد بكره يوم الاربعاء، مباراه مهمه جدا في اطار المشوار الرائع اللي ماشي فيه النادي الاهلي في بطوله الدوري والانتصارات المتتاليه. وصلنا ل 10 انتصارات باذن الله، نوصل لانتصار رقم 11 و12 وابعد من كده كمان، لكن احنا مركزين بس في مباراه طنطا، وبعد كده تخش على مباراه المقاولين، وبعد كده تتفرغ للمباراه المصيريه الهامه جدا امام النجم الساحلي باذن الله تعالى في الجوله الخامسه وقبل الاخيره من دور المجموعات من بطوله دوري ابطال افريقيا، وامالنا كلها منعقده على الفوز باللقب مش بس التاهل. محليا الفريق هيستعد بدايه من الغد لمباراه طنطا، يعني كان الفريق وصل صباح اليوم ساعه مبكره جدا، الساعه 1 صباحا بالتحديد، بعد رحله طويله جدا من زيمبابوي، أكثر من ترانزيت حتى الوصول لمطار القاهرة الدولي، وبالتالي مستر ريني فايلر قرر وفضل إراحة اللاعبين بعد هذا الإجهاد الكبير وهذه الرحلة الشاقة على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا، وهيكون المران الأخير بالمناسبة قبل المباراة اللي هتكون بعد بكرة أمام طنطا بإذن الله تعالى. استئناف التدريبات بكرة، التدريب هيكون في تمام الساعة 4 عصرا، من خلاله مستر فايلر هيقف على بعض الأمور السريعة كده، لأن خلاص فيش وقت ضغط المباريات، بالمناسبة يعني أمر زي ده بيأثر بشكل أو بآخر على مسيرة النادي الأهلي سواء محليا أو أفريقيا يعني. لكن الأهم اللي احنا عايزين نركز عليه بصراحة كده إن مباراة طنطا عشان نبقى منطقيين، يعني مش هننتظر أداء إطلاقا بعد رحلة شقة وصعبة ومجهود كبير جدا في مباراة بلاتينيوم، فبالتالي اللي هيبقى منتظرينه النتيجة، وده الأهم في المرحلة الحالية سواء في الدوري او بطوله دوري ابطال افريقيا. والثقه، كل الثقه طبعا على في لاعيبه النادي الاهلي وجهازهم الفني بكل تاكيد. الناس بتسال شويه عن بعض الاصابات واخبارهم، يعني مثلا قفشه عنده كدمه في الركبه، بكره هيتعمل له فحص طبي قبل المران عشان يتم معرفه مدى امكانيه الاستعانه بقفشه في مباراه طنطا ولا لا. لاعب مهم ان شاء الله تكون الاصابه بسيطه، هي كدمه قويه بس في الركبه، هنشوف النتائج هتبقى ايه، خصوصا ان يعتبر الفريق خد راحه بخلاف طبعا الرحله والاجهاد، لكن هي راحه من تدريبات امبارح الصبح بس، كان في مران استشفائي كده فين في هراري في زيمبابوي قبل التحرك يعني. بالنسبه لاليو ديانج عنده شد في السمانه او وكاد في عضله السمانه، كده كده اليو ديانج مش متاح في مباراه طنطا بسبب الايقاف تراكم البطاقات الصفراء، فبالتالي مش هيكون موجود مع الفريق في مباراه طنطا، وايضا بسبب الاصابه يعني، السبب الرئيسي طبعا الايقاف يعني. بالنسبه لوليد سليمان، واحنا عارفين ان وليد كان هيبتدي مباراه بلاتينيوم لكن تعرض ايضا لشد في السمانه قبل لحظات من انطلاق المباراه، فايضا هيتم الوقوف على حاله وليد سليمان بكره باذن الله تعالى قبل المران، وبناء عليه هيتم معرفة الإمكانية الخاصة بوليد إن هو يلعب المباراة ولا لا. إن شاء الله يكون سليم والأمور تبقى بسيطة، لأن في الحقيقة الفترة الحالية الأهلي محتاج لكل لاعبي ومحتاج الفوز في كل المباريات القادمة بإذن الله تعالى. والتحديين الرئيسيين احنا عارفينهم، دوري ودوري أبطال أفريقيا، والكل في الحقيقة مركز يا جماعة، ومحدش مقصر خالص، محدش مقصر خالص، والكل عايز يسعد جمهور النادي الاهلي، وباذن الله ده هيحصل قريب ان شاء الله باذن الله تعالى. ده فيما يتعلق بموقف المصابين. الكتير بيسال على رمضان صبحي.
رمضان قدامه بالظبط يعني من 10 ايام لاسبوعين عشان يكون جاهز للمشاركه في التدريبات الجماعيه. هو دلوقتي بيعمل بعض التدريبات التاهيليه، المزق اللي كان في عضله او في العضله الخلفيه تم التئامه بنسبه تزيد عن 80% طبقا للاشعه الاخيره، وان شاء الله باذن الله في امكانيه وفي فرصه ان رمضان يكون جاهز لمباراه النجم الساحلي باذن الله تعالى اللي هتكون في الجوله قبل الاخيره من دور المجموعات. الامور ماشيه بالشكل الجيد وان شاء الله باذن الله الامور تبقى في صالح الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. ده فيما يتعلق بالاهلي. بالمناسبه خليني اقول لحضراتكم النهارده كان في تدريبات بس للاعبين اللي ما سافروش لزيمبابوي، يعني اللاعبين اللي تم استبعادهم من الرحله سواء بسبب ظروف عدم القيد في القائمه الافريقيه او بسبب رؤيه فنيه يعني، والتدريبات بالنسبه لهم كانت تدريبات بدنيه ومهمه جدا عشان يكونوا جاهزين ولائقين للتحدي القادم ومباراه طنطا باذن الله في بطوله الدوري. ده فيما يتعلق باخر اخبار النادي الاهلي وكل الجديد الخاص بنادينا وفريقنا الحبيب فريق النادي الاهلي. لكن عندنا بعض الاخبار الاخرى بالنسبه بس قبل ما نروح للاخبار الاخرى المهمه المحليه الخاصه بالفار وكلام من ده، احنا بس الكلام امبارح كان على موضوع الهلال السوداني والبيان واقحام النادي الاهلي والازمه اللي ما بين الهلال السوداني وكابتن حماده صدقي المدير الفني السابق ليهم والحالي لسموحه. بس عايزين ناكد على الناس لان ده امر مهم، البيان ده اللي حضراتكم شايفينه ده مش من الموقع الرسمي ولا حتى الصفحه الرسميه للهلال السوداني، ده عباره عن صفحه جماهيريه وموثقه عن طريق الخطا، ودي كانت تصريحات كمان رئيس الهلال السوداني النهارده في احدى الاذاعات صباحا، يعني قال احنا مش مسؤولين اطلاقا عن البيان ده، وده كان امر مهم جدا التوضيح ده لان احنا مش عايزين شحن جماهيري خالص قبل قمه مرتقبه ما بين الاهلي والهلال السوداني في اخر جوله في بطوله دوري ابطال افريقيا دور المجموعات تحديدا. ودايما دايما الاهلي بيبقى حريص على علاقاته بكل الانديه العربيه وكل الانديه بشكل عام يعني بالتحديد في افريقيا وعالميا كمان، لان ده امر بيبقى مهم جدا ومش عايزين نختلق او نختلق ازمات ما بين الاهلي واشقائه اطلاقا من خلال بعض التصريحات الغير مسؤوله حتى لو من بعض الجماهير. دايما كل الاحترام لجمهور الهلال السوداني زي ما جمهور الهلال السوداني بيحترم جمهور الاهلي المصري، ودايما العلاقات بتبقى وطيده وجيده جدا، مش عايزين بس نحط فيها اي شوائب، فلازم كان التوضيح ده يبقى موجود من خلال حلقه اليوم. نروح بقى لاهم الاخبار المحليه وخلاص يا جماعه، احنا يعني زي قبل كده ما انتقدنا اتحاد الكوره في بعض الملفات لكن لازم نشيد بيهم المره دي، لان خلاص كده واضح ان فعلا الفار هيطبق بدايه من الدور الثاني، والشغل على الموضوع ده ابتدى من النهارده من خلال تدريب الحكام على تقنيه الفار في الملاعب المصريه بدايه من اليوم وحتى يوم 10 فبراير وما قبل انطلاق الدور الثاني اللي هيكون مع منتصف او بعد منتصف شهر فبراير. دي الصور الاولى من التدريب على هذه التقنيه بحضور عدد كبير من الحكام المصريين يفوق ال 45 حكما واكثر كمان، وفي حضور مندوب الفيفا المسؤول عن تدريب الحكام على الفار هنا في مصر، وده امر مهم جدا، وطبعا بحضور رئيس لجنه الحكام بالاتحاد المصري لكره القدم الكابتن جمال الغندور اللي بيعمل مجهود اكثر من رائع لنجاح هذه التقنيه ونجاح تطبيقها وكيفيه استخدام اجهزتها علشان الامور تمشي في السياق المطلوب، وعلشان باذن الله باذن الله يكون الاخطاء التحكيميه قليله جدا خلال الفتره اللي جايه من خلال تطبيق هذه التقنيه. فده امر مهم جدا ولازم نشيد ونحيي اتحاد الكره الحالي او اللجنه الخماسيه الموجوده ان هم بيحاولوا وبيحاولوا ينفذوا وعودهم، وده امر مهم جدا. هم كانوا وعدوا بتطبيق تقنيه الفار وخلاص الواضح ان هي على وشك التطبيق بدايه من الدور الثاني باذن الله تعالى، والامور ماشيه بالشكل الايجابي المطلوب. بالنسبه فيما يتعلق بمباراه الاهلي والزمالك في بطولة الدوري، احنا عارفين ان تم الاعلان خلاص بشكل رسمي على ان مباراة السوبر هتكون يوم 20 في ابو ظبي، ملعب محمد بن زايد في ابو ظبي، مباراة الاهلي والزمالك. تمام؟ ومباراة الدوري الكلام كان على ان المباراة هتبقى يوم 24، وده فعلا ده حتى الان المباراة يوم 24، لكن الكلام دلوقتي على ايه؟ هل ينفع ان المباراة تتلعب في الامارات بحيث ان الفرقتين يكملوا هناك بدل ما يرجعوا مصر ويبقى الوقت ضيق ويلعبوا المباراه يوم 24 ولا لا؟ الموضوع من جانب يعني اللائحه مش عارفين بالظبط هيبقى الامر صحيح ولا لا، لكن هيترتب على ايه؟ على موافقه الناديين. في تفكير في اتجاه في اتحاد الكره في الموضوع ده ان يكون المباراه مباراه قمه الدوري هناك يعني في الامارات، لكن قرار نهائي لسه مش موجود. بالمناسبه كمان مباراه الدوري
هتبقى من خلال ايضا تطبيق تقنيه الفار، سواء هناك في الامارات هتتلعب او هتتلعب هنا في مصر. هي الاقرب ان هي تتلعب هنا في مصر على استاد القاهره الدولي، وهتبقى بدايه او بدايه لتطبيق تقنيه الفار في مصر بالشكل رسمي، وده امر غايه في الاهميه، وبالتحديد لما تبتدي مباراه قمه من خلال تقنيه الفار بخلاف مباراه السوبر، ده امر هيكون مهم جدا. نتمنى التوفيق للجميع فيما هو صالح للكره المصريه، وده الهدف الاساسي والاهم والاسمى بكل تاكيد. خليني اقول لحضراتكم كمان، عايز اتكلم شويه معاكم على لقطه فالفيردي امبارح. امبارح مباريات كانت عديده، بالتحديد مباراه الكاس السوبر الاسباني ما بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد. اللقطه دي عملت جدل كبير جدا وعملت انقسام ما بين الاراء، يعني ناس قالت ان عادي فالفيردي يعمل كده، والناس قالت لا دي مش كوره، دي مش روح رياضيه، ده ما ينفعش خالص. لكن في كل الاحوال مين اللي فاز بالسوبر؟ ريال مدريد. السبب في فوز ريال مدريد بالسوبر الاسباني هي اللقطه دي، عرقله فالفيردي اللاعب الاوروجواياني المميز جدا في الحقيقه، بخلاف يعني سيبك من العرقله دي، للاعب الفارو موراتا لاعب ريال مدريد السابق ولاعب اتلتيكو مدريد الحالي، وهو رايح انفراد على الجون على كورتوا، وقبل 4 دقائق من انتهاء الشوط الثاني من الاكسترا تايم، فقرر فالفيردي ان هو يعرقل موراتا عشان ما يروحش بالكره ويجيب جون، ويبقى المباراه خلاص شبه انتهت، هيبقى ناقص 2 3 دقائق على المباراه يعني، فشاف ان ده القرار الانسب. انا عجبني تصريحات فالفيردي بعد المباراه لما قال ايه؟ قال انا مش سعيد خالص باللقطه دي وبالعرقله دي، لكن في نفس الوقت سعيد بالفوز ببطوله السوبر. واللقطه دي كمان مهمه قوي، هاتها تاني يا بيبو بعد اذنك. سيميوني اللي كان هيكسب السوبر بكره موراتا، لكن اسلوب مهم جدا وتفهم للامر ان الراجل ده بيقاتل على ان فريقه يفوز ببطوله السوبر، فعمل العرقله دي بيطبطب عليه وهو خارج. فهي دي الثقافه برضو اللي موجوده في اوروبا ولازم نتعلم منها، بخلاف سواء حضرتك متفق او مختلف على اللقطه، لكن في كل الاحوال ريال مدريد قدرت ان هي تفوز ببطوله السوبر الاسباني بعد تغلبها على اتلتيكو مدريد بضربات الجزاء الترجيحيه. كمان كان في مباريات امبارح سريعا نقولها في الدوري الانجليزي، بورموس وواتفورد 3-0 لواتفورد، استون فيلا ومانشستر سيتي 6-1 لمانشستر سيتي، مباراه كانت كبيره، رياض محرز وسيرجيو اجويرو وخيسوس اللي جابوا الاهداف. والدوري المصري ده فيما يتعلق بالدوري الانجليزي، الدوري المصري كان في برضه بعض المباريات، حرس الحدود وسموحه 0-0، مصر مقصه وانبي 1-1، اسماعيلي وطلائع الجيش 2-1 للاسماعيلي، دي بعض النتائج الهامه في مختلف المباريات. هنروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نوصل، يلا بينا. حضراتكم من جديد، خلينا نروح لمداخلة مهمة جدا مع الأستاذ ياسر المنا الصحفي السوداني للحديث عن بيان الأمس، هذا البيان الغير رسمي من الإدارة الخاصة بالهلال السوداني. يا أستاذ ياسر مساء الخير عليك وأهلا بيك على شاشة قناة الأهلي. مساء الخير عليك أستاذ منير وعلى مستمعي قناة الأهلي وعلى كل الرياضيين في اهلا وسهلا بحضرتك. عايزين نتكلم عن حقيقه البيان اللي صدر، هذا البيان غير المنطقي والخاص بالازمه ما بين الكابتن حماده صدقي المدير الفني المصري مع اداره الهلال السوداني واقحام النادي الاهلي في هذه الازمه من خلال سطر اخير جدا في البيان، يعني ما اعتقدش ان هو ليه اي لازمه خالص. بتشوف البيان ده ازاي وحقيقته ايه بالظبط؟ سوري ممكن تكون عارف تداعيات هو يعني سفر الكابتن حماد صبغي بظروف دراماتيكيه بعد الخساره امام الترجي. هذا السفر وهو اعلان الرحيل عن تدريب نادي الهلال سبب صدمه كبيره جدا لجماهير نادي الهلال ولاداره نادي الهلال. ولان تعاملوا مع الخساره في على ملعبهم امام الترجي في الوقت اللي كان فيه الهلال يطمح لصدارة المجموعة والمنافسة بقوة على إحدى البطاقتين المؤهلتين لدور الأربعة. لذلك شهدني ربكة في المشهد الهلالي وصدور العديد من البيانات في حتى في مواقع غير رسمية حاولت جماهير الهلال أو بعض الجماهير اللي عندها مصلحة في استنفار الجماهير الهلاليه
لمباراة الهلال والاهلي اللي حتغادر الخرطوم في الفترة اللي جاية، حتى يكون في استفسار كبير وايهام او ارسال رسائل سالبه عن الاهلي انه له دور في هروب حماد الصبوي. حتى انه انا اطلعت على بعض الرسائل الفوتوشوب والواتساب منصوبه لاحد اداري نادي مدير الكره بنادي الاهلي في حوار بينه وبين حماد الصبغي بانه يعني ما اتركش الهلال ما تواصلش مع الهلال وان شاء الله حتيجي مصر والاهلي حيشوف لك وظيفه في النادي او في نادي اخر. كلام غير منطقي اطلاقا. مجموعه من المحاولات تفتكر انه اللي تحاول تصب الزيت على الاهلي المباراه المقبله طبعا. وانا افتكر انه هنالك وعي وحتى اداره الهلال نخت مثل هذا انه تزيد بالاهلي في هذا الامر انه اكيد يعني هي تعي وتعلم انه الاهلي نادي كبير ولا يمكن ان ينزل بهذه الاساليب طبعا. وبالتالي افتكر انه تصريحات اداره الهلال ممكن ان تمتص او تحدث هذا تصفي هذه النيران او المحاولات لازعال الكتمه بين الجماهير و استنفار الجماهير حتى اذا استنفرت بكثافه وتحاول انه تكون مباراه يعني مباراه ستار باعتبار انه الاهلي هو اللي يصبر فيه بحلقة مدرب الفريق. عموما انا افتكر انه الاهم اللي انا عايز اتاكد بس منه يا استاذ ياسر يعني سرعان ما فضح الحقيقه وبالتالي يعني حبل الكذب دائما غسيل كما يقولون. الاهم ان الكلام ده طبعا مش صادر عن اداره الهلال السوداني، ده الاهم لان الموضوع مش هيبقى منطقي جدا. انا سمعت التصريح لرئيس نادي الهلال اليوم دفع فيه ان يكون هذه الصفحه تمثل اداره نادي الهلال وتمثل الهلال واكد احترامه لنادي الاهلي بس كويس وتاكيده بانه نادي الاهلي كبير ولا يمكن ان يقع في مثل هذه المسائل يعني. طيب عايز اتكلم بقى بما ان المنافسه قائمه دلوقتي على المجموعه، فعايز اعرف الهلال السوداني خلال الفتره اللي جايه هل هيتعاقد مع مدير فني جديد ولا المدرب اللي كان مساعد للكابتن حماده الصيدي هو اللي هيستلم؟ تعاقد مع الفاتح النقر وهو مدرب سوداني سبق ان درب الهلال في فترات سابقه ودرب اهلي شنبي ودرب كثير من الانديه السودانيه وهو في الاصل لاعب سابق في الهلال وتولى المنظوميه من خمسة الاول يعني. طيب فرص الهلال في المنافسه على الصعود او التاهل بتشوفها ازاي جمهور نادي الهلال بالتحديد؟ والله شوف هو دائما لا يزال هي حسابيا لكن لا يزال الهلال يملك فرصه وكما هو الاهلي ويمكن الترجي بعد الفوز على الهلال باكت حظوظه اقوى النجم بعد وصول النقطة التاسعة. الهلال في يفرق الفرق بين الاهلي والهلال نقطة واحدة. الاهلي كما تعرف 7 نقاط والهلال 6 نقاط بالتالي والهلال لديه مباراة مع بلنتينيوم مقبلة فالفرصة الحسابات بالنسبة للهلال هم يعولوا كثير جدا على مباراة الاهلي في الخرطوم باعتبار انها هي مباراة ممكن تكون مفصلية او تكون مفتاح الامور للهلال في حال انه حقق نتيجه ايجابيه في زيمبابوي. بالتالي هي المباريات الكوره في ملعب الناديين و من يستطيع ان يتعامل مع المباريات المتبقيه بصوره طيبه ويحصد النقاط اوفر نقاط الاكثر نقاط افتكر ان خروجه هتكون هي الاوفر في التاهل. بالظبط. انا بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ ياسر المنا الصحفي السوداني واللي اتكلمنا معاه بخصوص الازمه العابره اللي حصلت امبارح وغير مقصوده واكيد مش من خلال اداره الهلال زي ما هو اكد علينا. وفي الاخر كده كده مباراه الاهلي والهلال السوداني هتبقى حاسمه باذن الله. التوفيق يكون حليف النادي الاهلي الا اذا فريق بلاتينيوم فاز على الهلال مثلا في زيمبابوي، فالمهم هتبقى خلاص انتهت باذن الله في حاله باذن الله تعالى فوز النادي الاهلي على النجم الساحلي هنا في القاهره. فالمنافسه قائمه وبشرف وبعلاقات جيده في كل الاحوال، اللي افضل في الملعب هو اللي يصعد. طبعا نتمنى الاهلي هو اللي يكون افضل في كل الاحوال ويتاهل للادوار المقبله. دي كانت مداخله مهمه جدا، لكن كلام في الحقيقه ساعات السوشيال ميديا الناس بتضخم الامور وساعات بيعملوا فوتوشوب زي ما الراجل كده قال لنا وقال لك كابتن سيد عبد الحفيظ كلم كابتن حماده الصيدي قال له تعالى مصر تمام واحنا هنجيب لك فريق تمرنه ايه الكلام يعني كلام مش منطقي خالص يعني حتى الناس لما تيجي تحور هتحور بطريقه منطقيه ممكن البعض يصدقها. لكن انا برضو عايز اتكلم، هو الاهلي مستني ان الهلال يعني
يحاول ان هو يسيب الاهلي يكسب في مباراه الاهلي مش ناقص بطولات يا جماعه يعني. برضو حاجات غريبه بتحصل. ماشي ملفه خلص خلاص، خلينا نروح نشوف الاخبار اللي كتبت عن النادي الاهلي في الصحف النهارده. يلا بينا. الاهرام، فايلر يطالب طبيب الاهلي بتجهيز رمضان لموقعة النجم الحاسمه. الاخبار، الاهلي مثقل بالهموم، فايلر غاضب وقفشه واليو ديانج مصابون وحزبه بيرما تقلق الجميع. الاخبار المسائي، مباراه للنسيان، فايلر يطالب اللاعبين باغلاق الملف الافريقي والتركيز في مواجهه طنطا. روزل يوسف، اللعبه الملعونه، يا فايلر مصيرك في ايدك. الشروق، أزمة الغيابات تطارد الأهلي أمام طنطا، السمانة تبعد وليد سليمان، ديانج يغيب للإيقاف والأشعة تحدد موقف أفشة، فايلر علينا استكمال الدوري بنفس التركيز وسنستعد لمواجهة النجم في التوقيت المناسب. الوفد، أفشة ووليد وديانج ضحايا رحلة زيمبابوي، الإصابات تحصر الأهلي بعد موقعة بلاتينيوم. وفايلر يوبخ اللاعبين، سقوط الهلال يشعل حسابات المجموعة، والمدرب السويسري يعد بالتأهل. المصري اليوم، مهاجم الأهلي الجديد من يكون؟ فايلر يستعجل الصفقة بعد تعقد الحسابات الإفريقية، صرف النظر عن إليكي وهداف الإفريقي التونسي يشعل صراع الترشيحات. المسح، الأهلي يرصد 2 مليون دولار لضم المهاجم الجديد، الخطيب بيعقد اجتماعا بعد لقاء طنطا لإنهاء الصفقة الباقية. الدستور، حسين وعمار وصلاح يجتمعون بفايلر وفتح الباب لاعتزال عاشور، الثلاثة الكبار في الأهلي يطلبون إلغاء بند المشاركة في العقد الجديد والتخطيط تتحفظ. يلا نبتدي بالاهرام، واللي بتقول ان فايلر يطالب طبيب الاهلي بتجهيز رمضان لموقعه النجم الحاسمه. هي طبعا موقعه حاسمه في كل الاحوال، انت لازم تكسب يعني، مفيش اي بديل تاني يعني، مفيش اي هزار يعني. فباذن الله نكون موفقين في ان احنا نفوز. تجهيز رمضان اكيد بيتم خلال الفتره اللي جايه، وانا بقول لحضرتك قدامهم 10 ايام لاسبوعين عشان يكون متواجد في التدريبات الجماعيه، يعني ممكن يلحق المباراه بنسبه ما يعني ان شاء الله. لكن برضه سؤال هنا يعني، حتى لو ما لحقش رمضان المباراة، هل احنا ما عندناش يعني لعيبة يقدروا يكسبونا؟ لا عندنا طبعا، الفريق كله مميز، لاعبين كلهم على مستوى عالي ومستوى واحد، ما فيش تفاوت ما بين لعيب واخر جوه النادي الاهلي. رمضان طبعا نجم كبير ولعيب كبير ومؤثر بكل تأكيد، ما فيهاش نقاش، لكن انت عندك العناصر اللي تقدر تحسم هذه الموقعة، واثقين فيهم كل الثقة وفي إمكانياتهم، وعارفين إن هم بإذن الله هيتأهلوا، مش بس التأهل، لا هينافسوا على البطولة بكل قوة، وبإذن الله هيكون في محاولة كبيرة للفوز بهذا اللقب. ده الأهم. تجهيز رمضان، مش بس رمضان، هيتم تجهيز أكبر كم ممكن من اللاعبين طبقا لحالاتهم وتطور الحالة بالنسبة لهم والإصابات المختلفة للاعبي النادي الأهلي. لازم يكون عندنا أكبر كم ممكن من اللاعبين المتاحين في هذه المباراة كمان تحديدا، وكل الفترة اللي جاية بالمناسبة يعني. نروح للأخبار، واللي بتقول الاهلي مثقل بالهموم، فايلر غاضب وهو اعرب عن غضبه في المؤتمر الصحفي، والراجل يمكن عنده حق في تصريحاته، في الحقيقه تصريحاته كلها منطقيه، هو هيتعامل ازاي خلال الفتره اللي جايه؟ ده دوره كمدير فني مميز للنادي الاهلي. وليد وقفشه واليو ديانج مصابون، واحنا ده اللي اتكلمنا فيه في بدايه الحلقه، وحزبه بيرما تقلق الجميع. مش عايزين يا جماعه نقلق نفسنا زياده عن اللزوم، طبعا في منافسه قويه، في طبعا منافسه قويه. مصيرك في ايدك؟ اه طبعا مصيرك في ايدك، انت اللي هتقدر تكسب، انت اللي هتقدر تاخد الماتشين باذن الله تعالى، تتاهل اول، كسبت النجم تعادلت الماتش اللي جاي اللي بعديه ماتش الهلال، تصعد تاني مجموعه، المهم ان انت تتاهل في كل الاحوال. واللي عايز ياخد اللقب ما بيخشاش هيقابل مين يعني، سواء طلع تاني هيقابل اول مجموعه مش عارف مين حسب القرعه طبعا، او هيقابل تاني مجموعه لو طلع اول، الكلام ده ما يفرقش، ما يفرقش بالنسبه للبطل، الفرق اللي زي النادي الاهلي، اللي عايز ياخد البطوله هيقابل اي حد، مش فارق معاه. فدي جزئية مهمة جدا، مش عايزين نقلق نفسنا زيادة على اللزوم، مش عايزين نتكلم على الحزب ايه ومش الحزب ايه، احنا الموضوع سهل ان شاء الله باذن الله تعالى، تكسب تصعد بس، مفيش ابسط من كده. قادرين نكسب؟ طبعا قادرين نكسب. تعالوا نروح لروزل يوسف، اللعبة الملعونة، يا فايلر مصيرك في ايدك. هنا العنوان ده لازم نوضحه شوية، لان اللي يقرا العنوان يقول لك ايه ده، ايه ده مصير فايلر لو خسر يعني يمشي يعني؟
لا هم طبعا كاتبين في المتن حاجه تانية خالص، مش قصدهم ان مصير فايلر، هم قصدهم مصير الاهلي الفريق في التاهل في البطوله في ايد فايلر المدير الفني، وده امر طبيعي ومنطقي. الحسابات هم بيتكلموا على الحسابات في التقرير ده او في الخبر ده يعني، والاهلي مطلوب منه ايه عشان يتاهل، والمطلوب معروف بالنسبه للجميع يعني. نتمنى طبعا الفوز في الماتشين او على الاقل تقدير تكسب النجم وتتعادل مع الهلال طبقا للظروف يعني. ممكن على فكره ممكن السعودي يتحسب من الدور الجاي لو انت كسبت النجم والهلال خسر في بلاتينيوم، من بلاتينيوم، خصوصا ان فريق بلاتينيوم بيتطور واضح جدا في مباراه الاهلي الاخيره بالعناصر اللي جابها، عناصر مميزه جدا، فبالتالي وارد ان ده يحصل كمنافسه. طبعا نتمنى ان ده يحصل عشان النادي الاهلي يتاهل، ما حصلش الاهلي قادر ان هو يتاهل من السودان، فالموضوع ان شاء الله بسيط ونقدر باذن الله. خلينا نروح للمصري اليوم، والكلام بقى ايه على الصفقات، ودايما كل يوم الحديث مستمر عن صفقات النادي الاهلي. مهاجم الاهلي الجديد من يكون، والكلام كله اجتهادات واسماء كتيره جدا بتطرح، وفي الاخر هنعرف من خلال اعلان النادي الاهلي بشكل رسمي. فايلر استعجل الصفقه بعد تعقد الحسابات الافريقيه، مش بالطريقه دي خالص، مش بالطريقه دي، مش الصفقه هي اللي هتيجي تفرق معاك هتكسبك يعني، مش شرط خالص يعني، خصوصا ان اللعيب ممكن ما يكونش منسجم، مش هيجي يلعب ماتش، بتحصل طبعا، بس يعني مش ده الاساس، مش ده اللي بيفكر فيه النادي الاهلي. انت عندك لاعبين يقدروا ان هم يصعدوا. بيتكلموا عن ايه كمان؟ صرف النظر عن اليكي، الاسهم بتاعته بتبعد بشكل كبير جدا، هداف الافريقي التونسي يشعل صراع الترشيحات، عدد كبير جدا من اللاعبين مرشحين، القرار في الاخر بيبقى في ايد مستر فايلر بالتشاور مع لجنه التخطيط، هم ادرى باللي هو صالح في فريق النادي الاهلي واللاعب اللي هيضيف للنادي الاهلي. احنا عارفين النادي الاهلي متبقى له مكان واحد بس يستبدله بعد استبعاد سعد سمير من القائمه، وضم محمود عبد المنعم كهربا الصفقه الوحيده حتى الان. الكلام كمان مستمر في المسا عن الصفقه، وان الاهلي بيرصد 2 مليون دولار لضم المهاجم الجديد. مش عايزين نتكلم في مبالغ لان طبعا بتبقى اجتهادات كلها، واحد يقول لك 4 مليون دولار، واحد يقول لك 3، واحد يقول لك 2، الكلام من ده. الحقيقه فين؟ عند الناس في النادي، هم اللي عارفين الحقيقه ايه. احنا يهمنا ايه؟ يهمنا الاهلي يجيب لعيب كويس، اللي احنا عايزينه الاهلي يجيب لعيب كويس مهاجم يضيف للنادي الاهلي. لو هم استقروا على ان هو مهاجم هو الاقرب ان هو هيبقى مهاجم، لكن لو هم استقروا على يبقى مدافع ماشي، المهم اللاعب الجديد يعني ايا كان مركزه ايه يضيف للنادي الاهلي، يضيف للقائمه عشان باذن الله نحقق الاهداف يعني. الخطيب يعقد اجتماعا بعد لقاء طنطا لانهاء الصفقه الباقيه، مش شرط يكون بعد لقاء طنطا يعني، او ممكن يكون قبل كده، ممكن الامور تخلص، التوقيت برضو عند المسؤولين في النادي الاهلي. نروح للدستور، والدستور بتتكلم عن ايه؟ عن بقى بعض اللاعبين ممكن يخرجوا اعاره والاستبعادات وكلام من ده. حسين السيد وعمار حمدي وصلاح محسن يجتمعون بفايلر وفتح الباب لاعتزال عاشور، كلام سابق لاوانه خالص خالص يعني. احنا في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ حسين السيد لو خرج اعاره هيبقى منطقي، الراجل ما بيلعبش ومش مقيد افريقيا وكلام من ده، فممكن يبقى في اتجاه لاعاره حسين السيد، هنشوف خلال الايام اللي جايه. عمار حمدي نفس الكلام، رغم ان الاقرب حتى الان ان عمار يكمل مع النادي الاهلي، لو خرج هيخرج عار. نفس الحال بالنسبه لصلاح محسن، هل الموضوع متعلق بالصفقه الجديده ولا لا، ولا ترتيبات في ذهن مستر فايلر؟ ده اللي هيبان برده خلال الفتره اللي جايه. مش عايز اتكلم معاكم بحسم في بعض الامور لان دايما من خلالنا بيبقى الرسمي، لان احنا قناه رسميه للنادي، فده طبيعي يعني. موضوع بقى فتح الباب الاعتزال حسام عاشور، ده كلام غير منطقي يعني. ايه يعني فتح الباب ازاي يعني؟ هل حضراتكم تتخيلوا ان الاهلي هيروح يقول لعاشور لو عايز تعتزل اعتزل؟ لا طبعا. طيب هل عاشور عبء على الفريق؟ ده يبقى يعني معلش يعني كلام مش منطقي خالص. حسام عاشور قيمه فنيه وقيمه تمتلكها العديد والعديد من الخبرات اللي بتضيف لفريق النادي الاهلي، وجوده مهم. بيلعب بقى ما بيلعبش دي ترجع للمدير الفني، هو الادرى الانسب اللي يقدر يفيد الفريق دلوقتي هو اللي بيلعب، رؤيه فنيه. لكن في نفس الوقت لعيب بهذا الكم الهائل من الخبرات تواجده في النادي الاهلي مهم جدا. انا بتكلم على الجانب بعيد عن الجانب الفني، الجانب الفني ده مش بتاعنا احنا، ده بتاع المدير الفني للنادي الاهلي مستر فايلر. لكن ان الناس في النادي الاهلي يتكلموا عن عاشور اعتزل لو عايز تعتزل، الكلام ده مش منطقي يا جماعه، مش موجود خالص على ارض الواقع خالص. ده قرار بيبقى خاص باللاعب لما يشوف ان هو مش قادر خلاص يكمل، هو اللي بياخد القرار، لكن حد يملي عليه قرار او يجبره على حاجه لا، ده ما بيحصلش يعني. الثلاثة الكبار في الأهلي يطلبون إلغاء بند المشاركة في العقد الجديد والتخطيط تتحفظ، دي كلها أمور بقى إيه متعلقة بموضوع التجديد لبعض اللاعبين، وأمر هيبان خلال الفترة الجاية. البنود دي بتبقى في العقد ومش دايما بيتم الإعلان عنها يعني، مش دايما بيبقى معروف للجمهور يعني.
الأهم إن شاء الله أن النادي يكون موفق في اتخاذ القرارات السليمة اللي تساعد بإذن الله على تحقيق الأهداف المختلفة لجمهور النادي الأهلي الكبير في كل مكان. أخبار الأهلي في المواقع نشوفها يلا. اليوم السابع، رغم تتويجه بسوبر إسبانيا 42 بطولة تفصل ريال مدريد عن الأهلي. موقع مبتدأ، الخطيب يخطط لإنقاذ الحلم الأفريقي. الوطن سبورت، حصاد 4 شهور لفايلر مع الأهلي، 15 فوزا وتعادل وهزيمة واحدة. سوبر كورة، الأهلي يرفض استعارة السوري عمر السومة لمدة 6 أشهر. دايما المقارنات بتبقى موجوده، يعني زي ما اليوم السابع كده عاملين تقرير ان رغم تتويج ريال مدريد بالسوبر امبارح على حساب اتلتيكو مدريد، لكن الفرق ما بين الاهلي وريال مدريد في عدد البطولات 42 بطوله، وبيتطرقوا بقى لارقام كل فريق، وان طبيعي جدا يكون في المنافسه دي ما بين فرقتين كبار، اكبر فريق في قاره اوروبا واكبر فريق في قاره افريقيا، بطل القرن هنا وبطل القرن هنا، فيعني المقارنات دايما بتبقى موجوده. ريال مدريد عندهم 23 لقب قاري، الاهلي عنده 20 لقب. في المقابل محليا ريال مدريد عنده 95 بطوله والاهلي عنده 136 بطوله، فهنا الفارق يعني ما بين الاهلي وريال مدريد في عدد الالقاب. الاهلي طبعا زي ما انتم عارفين من اكثر الانديه في العالم حصدا للالقاب بشكل عام، وتقريبا ثاني او ثالث اكثر لعيب او اكثر فريق في العالم حصدا للالقاب القاريه، وكنا في فتره من فترات احنا الاول على العالم، لكن ريال مدريد جالهم طفره كده 3 بطولات دوري ابطال اوروبا مع ورا بعض، مع كاس عالم، مع سوبر اوروبي، ففرقت معاهم بشكل كبير جدا. ان شاء الله يجي لنا احنا نفس اللي حصل ريال مدريد خلال الفتره اللي جايه، نلاقي بطولات متتاليه. ده طموح جمهور النادي الاهلي لدوري ابطال افريقيا، ودي اللي هتعليك وترجعك لصداره العالم بالتحديد في البطولات القاريه. الاهلي قادر على كده بكل تاكيد. نروح لموقع مبتدا، الخطيب بيخطط لانقاذ الحلم الافريقي. يا جماعه هو موضوع يعني ساعات بيبقى في مبالغه شويه في الكلام. زعلانين طبعا الاهلي تعادل الماتش الاخير، طبعا زعلانين عشان بقى صراحه مع بعض، لكن معنى كده ان الحلم الافريقي يعني على وشك النهايه مثلا، وشك؟ لا طبعا مش منطقي، انت لسه الفرصه في ايدك. يعني ساعات بنعمل عناوين كده بقى تعمل ضغوط، عناوين زي دي تعمل ضغوط على الفرقه ان الحلم الافريقي في خطر وكلام من ده. لا، ده الحلم الافريقي في ايدك، في ايدك لسه، عندك نجم الساحلي على ارضك، عندك الهلال بره، تقدر تكسب عادي خالص. الضغوط دي هي اللي هتعطلنا، مش عايزين نحط ضغوط وان الخطيب بيخطط والكلام من ده وانقاذ مش انقاذ. ايه اللي هيحصل غير الصفقه الجديده اللي هتيجي عشان تنافس على البطوله، مش عشان بس تنقذ الحلم الافريقي، لا عشان تنافس وتاخد اللقب. مفيش اي حاجه تانية، عندك مدير فني ممتاز ومميز، وعندك لاعبين ما شاء الله عليهم من احسن اللاعبين اللي جم في قائمه النادي الاهلي الفتره الاخيره. فخلاص احنا بنديهم الثقه، بنديهم الدافع، بنحفزهم، بنفكرهم بالحلم الخاص بجمهور النادي الاهلي، بس ده دورنا، وواثقين فيهم في الملعب، وان شاء الله يحققوا كل الاهداف الخاصه بالفريق يعني ان شاء الله تعالى باذن الله تعالى. نروح للوطن سبورت، بيقول لك حصاد 4 شهور مع الاهلي بالنسبه لمستر فايلر. هم كاتبين الاحصائيه تقريبا غلط، يعني هم كاتبين 15 فوز وتعادل واحد وهزيمه، هو وقالين ان هم 17 مباراه، لا هم 18 مباراه مش 17. الاهلي لعب 10 دوري ولعب مباراه واحده في كاس مصر، كل ده الكلام ده مع مستر فايلر، وفي ماتش سوبر بخلاف 6 مباريات في دوري ابطال افريقيا. الاهلي فاز في 16 مباراة بما فيهم مباراة السوبر المصري، وتعادل في مباراة واحدة وهزيمة واحدة. وبالمناسبة الأرقام جيدة جدا مع مستر فايلر جدا، والمدير فني مبشر قوي. طبيعي جدا أي مدير فني هيبقى عنده خطأ في تشكيل، خطأ في خطة معينة عاملها المباراة، خطأ تكتيكي، ده عادي، مفيش مدير فني متكامل يعني. يعني مفيش مدير فني بيكسب كل الماتشات غير يورجن كلوب دلوقتي بصراحة في ليفربول يعني. ودي في الحقيقه يعني شغل بناء على سنوات عديده بالنسبه للراجل، بقى 3 أو 4 سنين مع ليفربول ومشروع بيكملوه بشكل ممتاز وناجحين فيه وبيحققوا كل الاهداف اللي حطوها. دوري ابطال خدوه، دوري ابطال اوروبا، الدوري الانجليزي اعتبروه خدوه خلاص، السوبر الاوروبي خدوه، كاس العالم للانديه فازوا بيها،
فده نتاج عن فتره طويله لمستر يورجن كلوب مع ليفربول. نفس الحال مستر فايلر، هل هو مبشر؟ طبعا مدير فني مبشر، عنده مشروع مع النادي الاهلي ومسؤولين في النادي الاهلي، ان شاء الله ينجحوا في تحقيق المشروع ده، بيشتغلوا عليه بشكل جيد، بتاخد بالاسباب، بتجيب بتدعم، بتعمل كل حاجه تساعدك على انك تفوز بالالقاب المختلفه عشان تسعد جمهور النادي الاهلي. الناس ماشيه بالشكل ده، نتمنى التوفيق بس يكون حالي في النادي ان شاء الله. يعني سوبر كوره والكلام على ان الاهلي يرفض استعاره السوري عمر السومه لمده 6 اشهر، هو لاعب اهلي جده ومن الاسماء اللي اتطرحت من بعيد قوي، يعني من الاسماء اللي اتطرحت من بعيد قوي، مفيش اي قرارات بخصوص عمر السومه. يعني الاهلي ان شاء الله قرب او يعني شغال، مش قرب، شغال في انهاء صفقه جديده، او الاقرب ان هي هتكون مهاجم الاقرب يعني، وممكن نتفاجئ بمكان تاني خالص، وان شاء الله ينجحوا في انهاء هذه الصفقه، والاهم بالنسبه لنا الصفقه تكون اضافه بالنسبه للفريق، واحنا اتكلمنا في الجزئيه دي خالص. نروح نشوف الاخبار المحليه والعالميه. يلا بوابه الاهرام بدء تدريب الحكام على تقنيه الفار في الملاعب المصريه اليوم. البوابه سبورت مندوب الفيفا يصل الى القاهره لتدريب الحكام على الفار. اليوم السابع مفاجأة، فيفا يطلب 3 سيدات في مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد. سوبر كرة، اللجنة الخماسية تقرر زيادة رواتب جميع أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي. الفجر الرياضي، الجبلية تسند لنجم الأهلي تنظيم مباراة السوبر. موقع الكابتن، اتحاد الكرة يدرس خوض مباراة القمة بالدوري في الإمارات. الوطن سبورت، اتحاد الكرة يحسم موقفه من تأجيل قمة الأهلي والزمالك. بطولات، مستشهدا بمحمد صلاح ومانيه، كاراجير ليفربول لا يشتري النجوم فقط بل يصنعهم. في الجول، موندو ديبورتيفو، إقالة فالفيردي قد تتم خلال 24 ساعة والكشف عن مرشحين جدد لخلافته. يلا كورة، الصفقة الأولى لمورينيو، فرنانديز يصل ملعب توتنهام الاثنين. طيب نبتدي باليوم السابع واللي بتتكلم على ان الفيفا بيطلب ان يكون في 3 سيدات في مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد، ده من خلال السيدة سارة سليمون مسؤولة الاتحاد الدولي، واللي بتشرف على الاتحاد المصري او اللجنه الخماسيه في الاتحاد المصري لكره القدم. ورايهم ايه يعني؟ ان لو 11، واتكلمنا في القصه دي قبل كده اعتقد يوم الخميس اللي فات، لو 11 عضو طبقا للائحه النظام الاساسي الجديده اللي هيتم تصويت عليها خلال الجمعيه العموميه العاديه خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله او مناقشتها الاول، لو 11 عضو يبقى في 3 سيدات، وده لتفعيل دور المرأة يعني. لو أقل من كده عدد السيدات يقل، يعني لو 7 يبقى 2 بس، لو 5 أعضاء يبقى منهم سيدة واحدة بس. فالكلام ده هيبان خلال الفترة اللي جاية بشكل أكبر. نروح لسوبر كورة، واللي بتتكلم إن اللجنة الخماسية تقرر زيادة رواتب جميع أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، وإحنا بقى لنا فترة بنتكلم عن الموضوع ده من ساعة المنتخب الأولمبي صعد لأولمبياد طوكيو، وطبعًا بنشكرهم وبنحييهم وشكرناهم كتير جدًا قبل كده، والكلام على مرتبات والعقد والعقد الجديد والكلام ده، عقدهم كان ينتهي بنهاية البطولة الأمم الأفريقية للشباب في مصر. لكن في كل الاحوال هو خلاص في قرار ان مش هيكون زياده بس الكابتن شوقي غريب المدير الفني، لا الزياده هتكون لاعضاء الجهاز الفني بالكامل، هم حقهم، الناس طالما فرحوا المصريين حقهم اللي هم عايزينه يكون موجود يعني. تعالوا نروح لخبر اخر من الوطن سبورت، اتحاد الكره يحسب موقفه من تاجيل قمه الاهلي والزمالك في الدوري. واللي قريته يعني خلال المتن بتاع الخبر ده ان كان في محاولات من البعض لتاجيل القمه مره ثانيه، قمه الدوري يعني. فاتحاد الكرة رفض الكلام ده رفضا تاما، وقال ان القمه هتكون في ميعادها يوم 24 وقبلها قمه السوبر في الامارات يوم 20. مكان بقى قمه الاهلي والزمالك في الدوري لسه ما اتحددش، في بعض يقول لك الامارات يكملوا هناك ويلعبوا المباراه، وده لازم تاخد موافقه يعني الاهلي والزمالك، وكمان البعض يقول لك لا ان هي هتبقى في استاد القاهره، هنشوف خلال الفتره اللي جايه باذن الله تعالى. نروح لبعض الاخبار العالميه، موقع بطولات واللي بيتكلم على ان كاراجير طبعا المدافع الشهير السابق لليفربول، وكلامه على ان ليفربول بيشتري النجوم
مش بس بيشتري نجوم، لا بيصنع نجوم كمان. واستشهد بمحمد صلاح ان هو جه من روما ما كانش سوبر ستار، بقى سوبر ستار في ليفربول. نفس الحال بالنسبه لساديو ماني اللي جه من ساوثهامبتون، ما كانش النجم الكبير جدا، لكن يورجن كلوب وعقليته هي اللي صنعت الاسماء دي. تطرق كمان لفينالدوم، كان جاي من نيوكاسل لعيب عادي جدا، طور منه يورجن كلوب. ونفس الحال بالنسبه لروبرتسون الظهير الايسر السابق لهال سيتي، ما كانش حد يعرفه، لما جه بقى احسن ظهير ايسر في العالم تقريبا في الفتره الحاليه مع ميندي كمان بتاع ريال مدريد. فبالتالي ده المدير الفني اللي بيصنع نجوم وبيقدر يطور من مستواهم. وفي الحقيقه يورجن كلوب افضل مدير فني في العالم دلوقتي، ما فيهاش نقاش يعني. نروح لفين؟ نروح في الجول. وموندو دوبورتيفو الصحيفه الاسبانيه بتتكلم على اقاله فالفيردي ان هي هتكون خلال 24 ساعه والكشف عن مرشحين جدد. ابرز المرشحين جدد تشافي احنا عارفين، لكن تشافي الكلام دلوقتي على ان هو عايز يمسك من اول الموسم، يكمل الموسم ده مع الصندوق القطري وبعد كده يمسك من اول الموسم. وفي بعض الامور اللي عايز يتفق عليها مع اداره برشلونه. الكلام برضو على بوكيتينو المدير الفني السابق لتوتنهام، وكان ليه تصريحات قبل كده مثيره، يعني ان هو انا عندي الافضل ان انا اكون اشتغل في المزرعه الخاصه بيا احسن ما امسك برشلونه. فالتصريح ده عامل ازمه شويه مع جمهور برشلونه، فبالتالي اعتقد فرصه هتبقى قليله، لكن هو من ضمن المرشحين يعني. طيب يلا كره. اولى صفقات مورينيو مع توتنهام، فرنانديز جيدسون فرنانديز لاعب بنفيكا خلاص يعني على وشك الانضمام لتوتنهام في صفقه عن طريق الاعاره لمده 18 شهر قابلين للتجديد او للبيع النهائي من خلال توتنهام من خلال شراء اللاعب ب 65 مليون يورو. اللاعب موجود النهارده هناك في ملعب توتنهام وهيبقى فيه كشف طبي وكده، وبعد كده هيبقى فيه الاعلان عن الصفقه. واللاعب ده كان جاي له عرض ايضا من ويست هام الانجليزي، لكن هو فضل ان هو يكون مع مورينيو في توتنهام. لاعب كويس وعنده 21 سنه، وهنشوف مورينيو هيقدر يرجع توتنهام على غرار الموسم الماضي مع بوكيتينو ووصولهم لنهائي الشامبيونز ليج ولا لا. لكن مورينيو قادر طبعا، سبيشال وان من افضل المدربين في العالم، ده امر مؤكد. دي كانت بعض الاخبار المحليه والعالميه. هروح لفاصل، بعد الفاصل هينضم لي الاستاذ الكبير الاستاذ اسامه صقر رئيس القسم الرياضي بجريده الجمهوريه، وحديث هيكون واسع في بعض الامور الهامه جدا. استنونا. الاستاذ اسامه صقر رئيس القسم الرياضي بجريده الجمهوريه ضيفنا العزيز في حلقه اليوم. يا استاذ اسامه اهلا بيك. اهلا بيك. اخبارك ايه؟ لا زي الفل، تمام الحمد لله. كله تمام الحمد لله، نورنا ربنا يخليك. احنا طبعا بيزيدنا شرف وجودنا في قناه الاهلي، ونكون ضيوف خفاف ان شاء الله أكيد. على المستمعين والمشاهدين باذن الله. اكيد باذن الله. نبتدي الاهلي ورايك في مسيره الاهلي الافريقيه بالتحديد، بما انها كانت اخر مباراه امام بلاتينيوم في دور المجموعات، رايك في المباراه دي وبعد كده نخش على اللي جاي بقى. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، انا سعيد بنتيجه التعادل على فكره. سعيد جدا. ليه؟ لان انا كنت عايز لما تحصل اي هفه او يحصل اي خطا يكون مبكر قبل مبارتين، احسن ما كان الخطا ده يحدث في مباراه من المباراتين اللي جايين. بس يعني خليني اقول لحضرتك، احنا كنا كسبنا المباراه دي كنا خلاص الموضوع بقى اسهل في الصعود والتقل. وكانت قد هتاثر على المباراه اللي هتتلعب بعديها مباشره بالليل وكانت تسهل. انما انا برضو ما كنتش هضمن تاهل الاهلي الا بشرطين. الشرط الاولاني ان انا لازم افوز على النجم الساحلي. حلو. كده ولا كده لازم افوز على النجم الساحلي لعده اعتبارات، منها ان انا اعتبرها مباراه سائريه، مش بالمفهوم اللي الناس بتاخده سائريه ان احنا بقى هنجيب دبابات ومدافع وندى، لا، ان انا لازم اسقر للهزيمه بتاعتي ايا كانت اسبابها هناك، ماليش دعوه بيها. دي تخليني اخد الشكل بجديه. الاهلي عشان يتاهل لابد من حصد 4 نقاط. كويس. مش ويكون افضل ليا ان انا احصد 6 نقاط عشان اكون اول. برافو عليك، انا هي دي النقطه اللي كنت يعني عايز الناس تفهم. الاحساس بالخطوره شيء بيبقى كويس جدا، ولكن انت في ظروف استثنائيه بتقابلك في اي مباراه. بلاتينيوم حصلت المجموعه. حلو. وتعادله مع الاهلي انا بقول لك هيعمل نتيجه ايجابيه قدام الهلال السوداني. فلذلك انا عايز بس اقول ان الاهلي زي ما هيقابل افراح هتقابله بعض المصاعب، هتقابله بعض المخاطر، وده طبيعي وده طبيعي. ولذلك
النهارده ما عادش عندي حته ان انا هقول ان انا بدخل مباراه النجم الساحلي والهلال عشان ان انا احقق نتيجه، لا ده انا لازم احقق نتيجه طيبه، النتيجه تكون ايجابيه باذن الله وان اللعيبه تفوق وتعتبر مباراه بلاتينيوم الاخيره دي. على فكره الاهلي ما كانش وحش الشوط الثاني، يعني نسبيا الشوط الثاني نسبيا ارتفع على المستوى بصراحه، لا ما كناش ما وصلناش زيمبابوي ساعتها خالص الشوط الاول. انما كان انا برضو كنت بتكلم عليه ان احنا كانت عندنا هفوات قليله جدا. ماشي. خط الدفاع بيقدم أسوأ مباراه شفتها للاهلي محليا وافريقيا هي بالنسبه لخط الدفاع جت في المباراه دي. طريقه الاصابات اللي بيتعرض لها لعيبه الاهلي عشان الناس ما تجيش تتكلم وتقول ان دي ملاعب ارضيات ملاعب، لا انا بتكلم على ارهاق. انت إرهاق مرهق بقالك 6-7 سنين، ما ينفعش لعيب يلعب 6-7 سنين متواصله وبالارقام الزمنيه القليله دي، دي بتكون مؤثره ضد النادي الاهلي. مش معنى ذلك ان انا قعدت اشتب فايلر وقلت ان ريني فايلر قدم مباريات كويسه مع اول مباراه اظهر فيها بالشكل السيء دون، ان انا اقول لك لا ده الراجل ده مش كويس. ده كلام يبقى يعني انا بقى احنا بس لازم نتكلم على ان الاهلي بيبحث عن بطوله، بيبحث عن لقب بيحبه وبقاله فتره بعيد عننا. حلو. اللي هو البطوله الافريقيه، فانا حته تفسيري ان النتيجه ديت ما كانتش سلبيه على الاهلي، انا بعتبرها ايجابيه لانها بتدق ناقوس خطر انك انت يا تكون او لا تكون. وفي الفترة اللي جاية دي أنا بلعب على البطولة المحلية، بلعب على البطولة الأفريقية، هلعب على بطولة السوبر، هلعب على أي بطولة أيا كانت، لابد إن الأهلي بيحاول إنه يفوز بهذه البطولة، مش بقول إن هو داخل عشان يكسبها. ولا قدر الله بتبقى في نتائج أنت ما تقدرش تتحكم فيها. أنت بتنافس، داخل عشان تنافس بقوة بإذن الله. ودي حقيقة إن شاء الله. فلذلك أنا بقول أنا إن شايف إن الأهلي يكون أكثر جدية من اول مباراه طنطا اللي جايه وما تليها من مباريات، ان الاهلي باذن الله قادر على ان يستعيد نفس المستوى ونفس الروح. برضو يكون هناك اعذار كتيره لان طريقه الاصابات دي بقت غريبه وعجيبه جدا على النادي الاهلي، وهي اللي مأثره على على النتيجه الاخيره بالذات. الاصابات بسبب الارهاق زي ما حضرتك اتكلمت، يعني رحلات كتير، مباريات ضغط، مباريات دوري ودوري ابطال افريقيا، طبيعي يبقى في اصابات. لازم تكون ولازم تكون اصابات كتيره جدا كمان. ده انا مش بقول اصابات واصابات، انا الخوف انها بتبقى اصابات غريبه واصابات، يعني معلش انا بعتبرها اصابات قاتله. ان اللعيب يتاخر مني 8 شهور ولعيب يتاخر لي 9 شهور، انت بتتكلم في ايه؟ انا مش بتكلم في اصابه اسبوع او اسبوعين. مش بتكلم في عضله ضمه، لا انا بتكلم في اصابات خطيره جدا. اتمنى يعني الناس تتفهم وانها تكون يعني جديره بتشجيع فريق النادي الاهلي، انها تتكلم بعقلانيه، تتكلم بمنطقيه، وان الاهلي باذن الله يقدر يحقق كل الطموحات اللي احنا عايزينها ان شاء الله. هل القلق اللي موجود عند جمهور النادي الاهلي قلق طبيعي ولا هو قلق زائد عن اللزوم؟ لا 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 لا، من وجهه نظري لا، قلق زائد عن اللزوم وملوش اي معنى. ليه؟ ايه اللي ليه؟ وانا يعني مثلا هو انا كنادي الاهلي هدنيني بلعب على القمه ومتصدر للقمه، مش هتقابلنا اي عقبات؟ لا طبيعي. طب ايه الميزه؟ هي ايه الميزه اللي عندي انا اللي انا الوحيد اللي مش هتقابلني مطبات ولا عقبات ولا حتى لا قدر الله ان انا اخسر مباراه او اتعادل مباراه؟ الميزه اللي عندي انا افضل من الانديه الثانيه في ايه؟ هل لعيبه النادي الاهلي عندي مثلا بدل ما له رجلين له 3؟ لا يا جماعه، لا هي هنتعرض لمواقف، ولكن اللي مطلوب من الجماهير ان هي حلو تتعلم ان الاهلي كيف يتفادى هذه المطبات وهذه الحوادث اللي بتقابله في بعض المباريات. طيب البعض بيتكلم على ان الاهلي بقاله فتره كبيره جدا ما بيكسبش بره ارضه، بخلاف طبعا مباراه كانو سبورت في الادوار التمهيديه يعني، لكن بتشوف اسباب عدم فوز الاهلي بره ملعبه بالتحديد في بطوله دوري ابطال افريقيا؟ اخر ماتش كسبناه تقريبا ماتش الترجي في 2017 على ما اتذكر. بتشوف الاسباب ايه؟ لا ما هو اسباب ايه؟ انا مثلا طيب نيجي نربطها بالمباراه الاخيره بتاعت بلاتينيوم. تمام. انت بتلعب مع فرقه مجدده 11 لعيب في المباراه، 9 لعبوا منهم على فكره في المباراه دي جداد جدا. هم عندهم النظم واللوائح بتجيز لهم القيد والكلام ده، ما فيش مشكله. بس لا بس القيد الافريقي مختلف يعني عن النظم اللوائح داخل الدوله يعني. داخل الاتحاد لا يعني اللعيبه اللي موجوده دي جديده خالص، حتى ما لعبوش قدام مش 9، اقل
ما هم لا موجودين التسعه اللي لعبوا في مباراه الاهلي دول كانوا جداد جدا بس مش معنى مقيدين بس ما لعبوش مثلا في الماتش قصدك ان هم ما لعبوش في الماتش الاولاني يعني الماتش الاولاني انا زائد الاضافات اللي هم عملوها وجابوها اللي هم عندهم ايه يخسروا صح ما عندهمش هو حصلت المجموعه هيخسر كل مبارياته ولكن هو لما جه لعب قدام الاهلي لا ده لقى في الصيت والشهره لقى في انه بيلعب مع بطل قاري معروف فريق محترم ومرعب في القاره الافريقيه فريق قوي جدا فريق بينافس على البطوله بالزبط. فهو ما عندوش اللي يخسره فلعب بروح لعب باعصاب هاديه بعكسنا احنا جينا في اخر 30 دقيقه او 25 دقيقه او حتى بعد ما تعادلنا اتوترنا بقى في تسرع بقى في لعب بعصبيه بقى في احتكاكات قويه انا اقصد يا استاذ اسامه ان مش دايما الفوز خارج الارض بيبقى هو المقياس للمنافسه على البطوله اهم حاجه نكسب على ملعبي بالظبط امال هيكسب ثلاث مباريات على ملعبه هياخد 9 بونت طبعا لو كسبت بره ارضك ده خير وبركه حاجه تبقى ايجابيه جدا يبقى كويسه يعني جدا لكن في نفس الوقت مش معنى ان انت بقالك كام ماتش ما تكسبش بره ارضك يبقى انت مش هتنافس على البطوله طب ما انا ما تديني الدلائل اللي بتديني الفرص ان انا اكسب بره ملعبي انا مثلا لما كنت محتاج نهائي البطوله الافريقيه لما كنت بلعب مع النجم الساحلي على ما اعتقد او الافريقي ورحت كسبت في النهائي ما انا محتاج الفوز وهنا بتبان الترجي كنا مع الترجي او الترجي وكسبنا 1-0 بهدف محمد ابو تريكه كصفاقسي كصفاقسي التونسي صفاقسي في 2006 وبعد كده الترجي كسبنا وكسبنا الترجي 2-1 بس الادوار ما كانتش في في النهائي كسبنا في النهائي المباراه اللي بحتاج فيها الفوز انا يعني بحقق فيها الفوز بالزبط. وعندي الاراده انما النهارده ماتش بلاتينيوم معلش هناك اخطاء كبيره جوه فريق النادي الاهلي ما كانتش من جهاز فني ولا من اداره كانت من لعيبه اللعيبه كانت متوقعه انها تخلص المباراه في اي وقت من الاوقات سيبك من اي حاجه تانية سوء توفيق انا ما جبتش ما عملتش ما ضغطتش لا اللعيبه كان عندها ثقه زائده جدا جدا انها تكسب المباراه في اي وقت من الاوقات ومش بفرق هدف بفرق هدف واثنين وثلاثه واربعه ثقه وعدم توفيق في المباراه وده وارد يحصل وده حصل مش وارد لا ده حصل انما اول وارد في المباريات اللي جايه انما لا شوف الماتش قدام النجم الساحل هتلاقي 11 اسد جوه الملعب فعلا اذا المقاومات موجوده اللي تساعدك ان انت ما كانش عندك المقاومات وانت اخطات انت قصدك في المباراه الاخيره اللي هي بلاتينيوم انا ما كنتش موفق والثقه كانت زايده شويه لكن مقاومات كلاعب موجوده في النادي الاهلي اي لعيب موجود جوه النادي الاهلي انت في الحقيقه حاليا انت مش عارف انت بتحاول بتجرني هي اعظم فرقه موجوده في النادي الاهلي لا عشان لا اعظم مجموعه لاعبين موجودين حاليا في النادي الاهلي لا بس كان في جيل برضو قبل كده كان جامد لا في اجيال انا طيب انا بتكلم المجموعه الحاليه هي اقصى اماني وطموح الجماهير الاهلاويه تتفرج على مجموعه اللعيبه حلو كويس ما تجيش تقول لي النهارده ان انا لا انا مش ناقص انا اللي بيضربني فقط لا غير الاصابات حلو انما النهارده انت زي ما بتتكلم على انهم الافضل لازم ان انا اتهمهم النهارده ان هم اثروا في حق النادي الاهلي كان في هناك تقصير في حق شعار وفانيله النادي الاهلي لا انتوا ما لعبتوش قدام بلاتينيوم خليني اوضح بس ان هو تقصير غير مقصود من لعيبه النادي الاهلي يعني لازم برضه عشان كان ده يبقى يعني هو انا برضه عشان ما تجيبنيش في حته انا لازم برضه معلش يعني اوضح الامور دي عشان ما حدش يجي يقول لك قرارات الاهلي بتقول على لعيبه الاهلي مش عارفين لا قالت ايه وعلى فكره انا مش بتكلم لصالح الاهلي انا بتكلم على واقع الاهلي في لعيب هيقصر عشان يخسر او يتعادل لا طبعا لا طبعا استحاله الكلام ده ما يطلعش مننا لكن وارد ان هو يكون مش غير موفق انما غصب عنه وده مش معناه ان احنا بنشيل اللوم لعيبه الاهلي لا طبعا ما لازم نبلومهم ليه هي العصبيه الزايده في الماتش ما كانتش موجوده احنا اللي اديناها لهم اللي هم اللي عملوها في نفسيهم الاهمال ما كانش فيه الروح انما ظهرت في اخر 20 او 30 دقيقه اللي وفي اول الشوط الثاني بصراحه اول الشوط الثاني انما الشوط الاولاني احنا كنا ممكن نخسر كتير الشوط الاولاني كنا وحشين طبعا كنا لا مش هنقول وحشين برضه كنا مقصرين لان اداء الاهلي اعلى من كده بكتير اللي انا متفائل بيه وبقوله لك هنتاهل وهنتاهل اول مجموعه ان شاء الله باذن الله لان هم هيحسوا يعني بغيره الجماهير الاهلاويه بحب الجماهير لناديها وهم مش اقل حب من الجماهير لناديهم لان دي لعيبه محترفه ومحترمه وان شاء الله بس ربنا يبعد عننا الاصابات دي هي اللي مشكله كبيره ازاي الاهلي يتعامل مع الاجهاد اللي بيتعرض ليه ضغط مباريات كبير جدا دوري ابطال افريقيا ومباريات ورا بعض يعني دلوقتي مثلا لك ان تتخيل الفريق وصل النهارده الساعه 1 الصبح ومفيش تمرين النهارده لا 1 الصبح مش الظهر الفجر الفجر
وما فيش تمرين النهارده وهيتمرنوا مران وحيد بكره عشان يلعبوا بعد بكره. يلعبوا بعد بكره قدام طنطا. يعني هو ما استغلش فتره التواجد في زيمبابوي. اتمرن امبارح مران استشفائي بس طيب يعني في الجيم. هو كده كده ولا كده؟ انما هم عارفين الرحله قطعت قد ايه كام ساعه؟ كتير. ده 18 ساعه طيران. ما بين طيران وترانزيت في اثيوبيا والقصه اللي انت بتتكلم فيها. وعشان اجي المشوار دون انا لازم اريح. بس ده قدرك ومتعرف عليه، وزي ما لك زي ما عليك زي لما بقيت الانديه المشاركه. كويس، حلو قوي الكلام ده. فانا شايف ان احنا طبعا لابد انك هتشهد مجموعه من اللاعبين اللي قاعدين ما بيشاركوش، لابد يظهروا في هذه المباريات. في المباريات اللي جايه. ولازم تكون مستعد جدا. وكويس انك هتلعب في طنطا في القاهره. كويس طبعا. شوف انا بقول لك حتى سفريه لو كنت هتروح المحله ثلاث ساعات او اربع ساعات، لا ربنا انقذك منها. فانا لا، الاهلي قادر ان هو يجمع نفسه في تدريبه الثلاثاء دي، وان شاء الله يكون قادر يقدم مباراه طيبه مع طنطا ويكون المكسب له باذن الله. ان شاء الله باذن الله. احنا هنخش بقى على الجانب المحلي، اتكلمنا في الجانب الافريقي وحضرتك متفائل بشكل كبير جدا ان شاء الله بصعود الاهلي. دي حقيقه طبعا، وده الاهم باذن الله تعالى، وعندنا المقاومات اللي تقدر تساعد على كده باذن الله، بالاضافه لعوده بعض المصابين يعني اللي ان شاء الله هتضيف بشكل كبير جدا خلال الفتره اللي جايه. عوده المصابين انا شايف ان هي مش الكم الكبير اللي احنا بنتمناه. لا طبعا انت عندك اهم يعني اقرب المصابين، يعني عندك رمضان صبحي مثلا هيرجع الفتره الجايه باذن الله، بس مش هيلحق ماتش طنطا. لا مش بتكلم على طنطا، بتكلم على افريقيا. لا على افريقيا ان شاء الله يكون الوقت يدينا الحق. بس انت النهارده عندك مجدي قفشه، وليد سليمان، عندك بس الاصابات الحمد لله خفيفه يعني. ما انا عارف بس محتاجه وقت يعني، يعني دول ممكن ما يلحقوش ماتش طنطا. وعندك ديانج كمان، موقوف ومصاب. فيعني ربنا ان شاء الله هو قدر النادي الاهلي، ولازم تتعامل مع الظروف اللي وبرده دي فرصه للعيبه الاحتياط ان هم يثبتوا وجودهم عشان تكون ركيزه قويه للاهلي، ما يبقى ما تخضش لما يغيب عندي لاعب او اثنين، لا انا عندي البديل ويكون في نفس المستوى باذن الله واحسن كمان ان شاء الله باذن الله. اهميه مباراه طنطا بقى بعد ضغط كبير بعد مباراه بلاتينيوم وكلام كتير بخصوص هذه المباراه، شايف مباراه طنطا زي ما ده اهميتها بالنسبه للنادي الاهلي ولاعبيه؟ التوقيت اهميتها هو التوقيت. انت ما ينفعش هكون متعادل مع بلاتينيوم ولا قدر الله اي نتيجه غير الفوز امام طنطا، لا دي هتزني. انا محتاج ان انا افوز باداء كويس ومتزن ان شاء الله، على اساس ان انا ارجع الحاله النفسيه والفنيه والبدنيه والمعنويه للاعبين لاعلى مستوى. عشان اي دروب هيحصل لا ده هياثر عليا بشكل كبير جدا. وانا بحقق رقم قياسي النهارده الفوز في 10 مباريات، اتمنى انهم يكونوا 11، اتمنى ان انا استمر في الاندفاع للامام ما افقدش اي نقاط. فرقه طنطا طبعا جايه هتلعبك بالطريقه اللي وافتكرها مني اللي احنا اتكلمنا فيها بتاعه حرس الحدود. لما قلت لك اغلص مباراه هتقابل الاهلي كانت مباراه حرس الحدود. ما كانش انا اللي كنت موجود. يبقى كان عمر على ما اعتقد. لا انا بقول لك من تاني اغلص المباريات اللي هتقابل الاهلي هتكون مباراه طنطا. على اساس ان الفرقه محتاجه ان هي تأدي اداء كويس، بتلعب قدام الاهلي، عارفه ان في ملايين هتتفرج على المباراه، عارفه ان في اداء هيبقى جيد، في لعيبه عايزه تفرض نفسها في مرحله الانتقالات الشتويه، يبقى المباراه دي انا شايفها هتكون عباره عن يعني من المباريات الرخمه والغلسه للغايه لفريق الاهلي. خصوصا كمان مباراه طنطا هيبقى بعديها مباراه المقاولين العرب، والماتشين دول يفرقوا معاك في شكل الجدول بشكل كبير واوضح في المنافسه على البطوله. لما تكسب طنطا باذن الله تعالى وتلعب المقاولين اللي هو المركز الثاني الوصيف او فارق نقاط، فارق نقاط وليك ماتشين، فالموضوع هيفرق معاك جدا في المنافسه المحليه وتتفرج بشكل اكبر للمنافسه الافريقيه. بص انا يعني انا بس هقول على حاجه، البطل اللي عايز بياخد البطوله لازم يكسب كل الفرق اللي بيلعبها. بالنسبه للمقاولين احنا لازم نحترم المقاولين، ودي بقى الميزه اللي موجوده في فرقه محترمه جدا بصراحه. على فكره دي بقى الميزه اللي موجوده في فايلر. هيلاعب اسوان، هيلاعب طنطا، هيلاعب المقاولين، هيلاعب بيراميدز، هيلاعب الزمالك، بيستعد بجديه واحترام كامل لكل الاجهزه الفنيه اللي بيلعبها. ودي من الميزات اللي بتخلي الاهلي يعرف يواجه المباريات وبيدرسهم كويس. انما انت عارف تركيبه المباريات هي اللي رخمه. او يعني مثلا هبتدي العب بقى المباريات ايه اللي هدخل بقى مع الفرق اللي بتنافس، في فريق في الوصافه، فريق جميل زي المقاولين العرب، فريق زي بتتكلم على انبي، على ما اعتقد انبي هيكون قبل المقاولين. لا 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 احنا عندنا طنطا المقاولين نجم الساحلي.
ده كويس جدا لنا للنادي الاهلي. امبي بعد النجم الساحلي، يبقى بعد النجم الساحلي قبل ماتش الهلال. انما بتكلم ده قدر، ده قدر البطل، ده قدر الفريق المحترم انه هيلعب مع كل وبيحترمهم وباذن الله يحقق نتائج كويسه. احنا ما نعرفش النتائج فيها ايه وما نعرفش ده محضر لايه، انما هتبقى مباراه قويه وهنا البطل بيثبت وجوده. انا مش قلقان من الاهلي، مش قلقان على الاهلي، مش قلقان لا منه ولا عليه. حلو. انا متاكد ان الشكل اللي بيه الاهلي مع الراجل السويسري دوان، انا شايف ان الاهلي احسن من 3 أو 4 سنوات مضت اللي احنا كسبنا فيها. الناس لمسه فعلا التطور. لا في تطور وفي شكل، واللعيبه كلها بقت على ميزان واحد وبتادي بشكل محترم ونتائج حلوه وارقام قياسيه بيحاول يعملها الراجل، واللعيبه هتساعده وهو بيساعدهم. الحته الثانيه راجل منطقي. انا عجبني تصريح له قوي بعد مباراه بلاتين. تصريحاته متزنه جدا. ده لا ده مش متزنه، ده راجل عاقل قوي. الراجل ده بيتكلم وانا عملت ايه مع بلاتينيو؟ احنا تعادلنا. اجمل تصريح بيقول لك الاهلي لا يستحق الفوز. لا يخرب بيت بقى، ده مخ، ده الراجل ده فيه حاجه معينه كده احنا مش فاهمينها. احنا كنا متعودين على العكس، لو خسرنا اصل الظروف، اصل الظروف ده انا اتعادلت، يقول لك احنا لا نستحق الفوز. يعني لو قعدنا اسبوع نلعب بالمستوى ده ما كناش هنجيب اجوان ومش هنكسب. وتصريح زي ده هو بدايه التصحيح لبعض الامور اللي هي انك تحترم نفسك وتحترم المنافس بتاعك. اذا انت هتأدي اداء جيد جدا، يبقى الاهلي داخل في مرحله او في منعطف جديد بالنسبه للكوره، ان هو بيدرس الكوره العالميه الان بشكل محترم وبيحاول ان هو يطبق افضل حاجه ويؤدي بشكل يظهر للناس ان احنا ابتدينا بنستوعب الدرس، لو بنسبه 1% 2% 3% كتطوير في الكره الاهلاويه في الفتره اللي جايه. طيب بتشوف بالتحديد استمرار مروان محسن في التهديف في مباراه بلاتينيوم وكهربا وتاثيره في الشوط الثاني من وجهه نظرك، شوف ازاي؟ لا انا عايز اتكلم على مروان محسن. حلو. ومروان محسن الانسان ده انسان محترم ومهذب جدا. لا عمرك شفت له تصريحات ولا حوارات ولا شو اعلامي ولا بيتكلم. نادرا. ولما بيجيب لجوان انت بتتفرج على جمال وروعه الاهداف اللي بتجيب. ليه الناس بتحاول بتصير عليه مشكله وتصير عليه ولاعيب لعب لي 300 مش عارف 93 يوم ما جابش منهم الا 12 هدف؟ طب انا عندي لعيب قعد 365 يوم ومحترف وما جابش ولا جون واحد كان في لافيو، ولما المكنه اشتغلت في الموسم اللي بعده قال لك اللي اختاره ويا زين ما اختاره. لا ما نقصوش على مروان محسن. مروان محسن من افضل اللاعبين والمهاجمين اللي موجودين، بس ربنا يبعد عنه الاصابات. هو لعيب بيلعب لي شهر ويصاب شهرين. احنا ناقص بس بالنسبه لنا حظنا يبقى حلو شويه في الاصابات، ما يبقاش فيه اصابات كتير. وبالمناسبه الناس بتقعد تهاجم دكتور طبيب نادي الاهلي دكتور خالد محمود، يا جماعه دور الطبيب التشخيص بس، بيشخص لكن ملوش ذنب في ان الاصابه مثلا تقعد فتره طويله ولا لا. في امور جديده وحديثه في العالم كله في كيفيه معالجه اللاعبين والمدد وكلام من ده. كابتن امير فضل. هم اظن ان فاكرين ان طبيب الاهلي هو اللي بيأهل اللعيبه. لا طبعا، او هو اللي بيديهم التدريبات. لا ده الراجل بيعالج، بيشخص، يشخص ويعالج فقط لا غير. انما الاحمال اللي على لعيبه الاهلي مش من الاحمال بتاعه المعد، من الماتشات. المباريات يا جماعه اللي بتتلعب ايه؟ لا العب كل 72 ساعه مباراه 120 دقيقه 190 دقيقه معاهم 10 دقائق وقت ضايع، عادي 100 دقيقه كتير جدا. ده احنا ما احنا نفسنا لما بنمشي بنتعب. ما بالك اللي قاعد يجري قدامك في الملعب ده بيقطع من 8 ل 12 كيلو متر في المباراه. لا هي الاصابات يا جماعه، ودي معروفه على مستوى العالم، اصابتنا لسوء ارضيات الملاعب ولكثره المباريات والارهاق والاجهاد. بس كده. عدم النظام اللي مش موجود في الحقيقه في المنافسه او في جدول ترتيب المباريات والتاجيلات اللي بتحصل في الدوري وكلام من ده، ده بيأثر بشكل طبيعي جدا على المباريات لما تتضغط في فتره صغيره، فبتلاقي تبقى مشكله سلبية. هي دي المشكله، دي المشكله فعلا. التنظيم عندنا في مصر ده امر مهم جدا. بتشوف ازاي موضوع الهلال امبارح والبيان اللي خرج ده، طلع بيان مش من الاداره يعني في الاخر، واقحام النادي الاهلي في الموضوع يا ازمه كابتن عماد صدقي؟ طالما هو يقول لك الخبر اللي انت بتسمعه وبتتجاهله بيتقتل،
الخبر اللي بيجي لك وبتبتدي تردده وتنفيه وتعمله هو ده اللي بيزيد من إثارة الخبر. إيه اللي دخل الأهلي وإيه اللي دخل الهلال السوداني والعلاقات بين الجماهير الأهلوية هو احنا هنرجع تاني نتكلم عن الفوضى؟ واحنا اللي بنقول للناس دي في فوضى وخلوا بالكم من الفيس وخلوا بالكم من البيانات والأرقام يا راجل. ده في الأحداث اللي في إحدى الدول الآسيوية طلع البيانات كلها متفبركة للأسف دلوقتي. انت جاي تكلمني في مباراة كورة انت بتقصد بيها ايه؟ عايز ايه يعني من الاخر؟ من الاخر عايز توقع جماهير الاهلي في جماهير الاهلي؟ مش هيحصل طبعا، والوضع في المنطقة ما يسمحش بالكلام اللي احنا بنقول عليه. انا ضد قرار الكابتن حمادة صدقي عشان بعيدا عن البيانات. انا ضد قرار الكابتن حمادة صدقي انه يسيب الهلال بالشكل ده ويتعاقد مع سموحه. بس هو ليه اعذار ومبررات قالها في الحقيقه يعني تدفع اي حد انه يمشي؟ يعني قال لك مثلا ايه، رئيس الهلال وعدني بحاجات كتيره جدا على مدار الشهر اللي فات كله، مفيش اي حاجه اتنفذت. رحت لقيت اللعيبه مش موجوده، لقيت خمس لعيبه بس بعد اربع لعيبه، اربع او خمس لعيبه. تمام، ما وفرلوش يعني الكلام ده، ما وفرلوش عربيه للتحرك. الكلام ده ظهر قبل التعاقد مع سموحه. ما على اساس بقى ان الوضع طب انت لو طيب، ما انا اتكلم في نقطه صغيره. يا كابتن انا مع الكابتن حماده في حاجات وضده في حاجات ثانيه. حلو، يعني انا ضده في حته مش التوقيت انك تسيبه تيجي تتعاقد مع سموحه. طب ما تخليها اسبوع 10 ايام. هو كمان كابتن حماده قال ايه؟ قال ان رئيس الهلال كلمه، هو كان معروف ان هو بعد ماتش ما يخلص ماتش النجم الساحلي سواء الاولاني او الثاني بيرجع لمصر يومين وبعد كده يرجع ثاني على دي حقيقة. على السودان. فلما اتكلم معاه بعد مباراه الاخيره ما بين الهلال والنجم الساحلي واللي خسر فيها 2-1 فرئيس الهلال بيتكلم معاه، فالكابتن حمادة صدقي قال له انا في حاجات لسه ما اتعملتش وفي حاجات، قال له يعني انت من الاخر جاي ولا مش جاي؟ ده كلام كابتن حمادة صدقي. طيب بطريقه ضايقت الكابتن حمادة صدقي، قال له خلاص لا انا مش جاي. يعني هو اتضايق؟ لا بص يا كابتن، الاسلوب برضه ما اسلوب لا، يعني انا بتفاوض في امر ما. انا هسيب عشان اتعاقد النهارده مع سموحه. انت قصدك على التوقيت؟ اجلها يعني. ايوه اجلها. نمره 2 اتكلم عليه. اذا كان انتوا دخلتوا لي الموضوع ان حماده صدق بيوقع فرقه الهلال قبل ما يقابل الاهلي، طب الاهلي هيقابل الهلال امتى؟ ده بعد كام يوم؟ بعد 21 يوم يعني بتكلم في كام؟ بتكلم في اسبوعين. طب ما كان عمل الحركه دي قبل الماتش. وكابتن حماده محتاج التوقيت دوت عشان يوقع الهلال قدام الاهلي. هو الاهلي محتاج حد يوقع حد من فريق، وبعدين الاهلي رضي او مرضيش لازم هيلعب مباراه الهلال بقوه كبيره جدا ورايح عشان يكسب. صح، انما انا ضد الكابتن حماده في حاجات، واللي قلت عليها كان يجب ان هو يتريث واحترام التعاقد مهما كان ويصبر شويه. ومعاه في حاجه تانية، انك انت لم التفسيرات اللي قالها والتبريرات اللي قالها الكابتن حماده ان كانت صح وانا اثق في كلام الكابتن حماده ما بيكذبش. لا طبعا، ايه ثلاثة اربع لعيبه اللي بيقولوا لك السلبيه عقدهم انتهت؟ يعني امر احنا يعني مالناش دخل بيه، لكن هو اللي خلانا نتكلم عليه موضوع اقحام اسم الاهلي بس امبارح في بيان غير منسوب لاداره الهلال، وده امر مهم جدا توضيحه يعني. وده حظ الاهلي دايما ان اي مشكله هتتخلق لازم يتحط عشان اسمه كبير. اسمه كبير. الفار يا استاذ اسامه متفائل بيه ولا ايه؟ الناس النهارده ابتدت خلاص تدريب الحكام على التقنيه وعلى الاجهزه وكل هذه الامور، وان شاء الله هيطبق بدايه من الدور الثاني طبقا لتصريحات المسؤولين بتاعه الكره. ودي صور قدامنا اهي، صور التدريب وكل هذه الامور، ومندوب الفيفا كمان جه النهارده عشان يدرب الحكام على تطبيق التقنيه. رايك ايه؟ الفيفا ومندوب الشركه الاسبانيه طبعا اللي جايب الاجهزه طبعا. رايك ايه؟ انا بعتبرها من اهم النقلات. من اهم النقلات طبعا. بعيدا عن حته بقى يقولوا تطبق لا تطبق الكلام ده، مع ان مصر لحد الان ان انا عندنا مشاكل فنية كبيرة جدا في تطبيق هذا النظام. بس طالما الأجهزة جت، طيب أنا بتكلم في الناحية المالية. حلو، بتكلم في الناحية التقنية اللي بتنقل بيها المباريات. لأن ما أنا هسألك سؤال. اتفضل. أنت يا كابتن جمال يا غندور رئيس لجنة الحكام، الراجل ده أنا بحبه جدا. الراجل بيعمل مجهود بصراحة، ولكن أنا بسأل سؤال. إيه حكاية أنتوا بتكلموني يا جماعة إن النقل مركزي والنقل من الملعب والنقل من مش عارف منين؟ الكلام اللي ملوش معنى. لا اطلعوا بقى فسروا للناس، فهمونا الفار ده طبيعته ايه، شغله ايه، كم كاميرا في كل ملعب هتحتاجها. انت قصدك على الغرفه المركزيه؟ الغرفه المركزيه اللي هتتحكم في الفار. الغرفه المركزيه دي هتبقى فين؟ هل انا هنقل المباريات مثلا؟ هفترض عندي مباراه في اسوان، وانا قلت لك قبل الحلقه مباراه في اسوان ومباراه في الغردقه ومباراه في الاسماعيليه ومباراه في السويس ومباراه في اسكندريه، ادي خمس مباريات. قول لي هتنقلهم ازاي يا كابتن؟
عارف الماتش الواحد بيحتاج كام كاميرا عشان تنقل بالفار بحاجه محترمه. يعني العربيه دي بتبقى واقفه يعني جاهزه على الاقل على الاقل من 16 ل 32 كاميرا. انت قصدك على البنيه التحتيه وعدم جاهزيتها أيوة لاستقبال أيوة الفار يعني. الفار هل هنشتغل بيه زي اجهزه الكمبيوتر اللي كنا اشتغلنا بيها او باللابتوب ولا هنشتغل باجهزه حديثه وصلت بالفعل؟ حلو، وصلت بالفعل. طب انت ايه المشكله دلوقتي يا استاذ اسامه لما يكون في غرفه مركزيه؟ قول لي الغرفه المركزيه مكانها فين؟ ايا كان مكانها فين؟ ايا كان. طب انا مثلا في الاسواق، على فكره في انجلترا الغرفه المركزيه هي اللي بتتحكم في المباراه. الغرفه الرئيسيه جوه الملعب هي اللي بتتحكم. لا في انجلترا لا، في غرفه مركزيه. فين بقى؟ تمام، في مكان ما يعني، ايا كان ملعب من الملاعب مثلا. هي لو مثلا في مباراه في مدينه ماشي. تانية برضو الغرفه يعني المركزيه ممكن تتواصل مع الحكم. حلو، رجعت للحته اللي انا اتكلمت فيها من البدايه. لو بقول لك لو اربع مباريات بقى هحتاج لاربع عربيات، هودي العربيه مثلا اسوان ازاي؟ هودي عربيه الغردقه ازاي؟ انت شايف ان هم مش عاملين حساباتهم على الجزء؟ لا مش الحسابات، هتضطر انك تدخل في تعديل الجداول وتعمل المباريات اللي هتتنقل بالفار. لابد تكون مباريات مكان العربيه موجوده فين؟ يعني هنا ودي حق امر يعني سهل، دي امور تقنيه يعني المفروض هلعب على استاد القاهره واستاد السلام مثلا، وهلعب في الدفاع الجوي وفي برج العرب. سهله. انقل المباريات بس ما العبش المباريات في يوم واحد، هودي مثلا اربع مباريات او مش في توقيت واحد يعني. هل ممكن تلعب مباريات بدون بتقنيه الفار؟ لا خلاص بقى مش هينفع. خلاص طبعا هيطبق. طب حل لي بقى الازمات اللي انا قلت لك عليها. هتقول لي مثلا النقل هنا ب 32 كاميرا. طب لو اربع مباريات بيتلعبوا في توقيت واحد، هتكلم مش هقول بقى هقول في 16، عايز 64 كاميرا. هل متوفرين يا كابتن امير؟ اتحاد الكره يرد بقى. ما هو ده اللي انا بقول عليه. اطلعوا يا جماعه وقلتوا في مؤتمر صحفي الاسبوع الجاي احكي لنا القصه وهتمشي ازاي. هيوضحوا اكيد وبالشكل. بس في الاخر احنا الكره المصريه هي الكسبانه. انت جايب عقود ايجار للكاميرات ديت في الملاعب لمده 3 سنين ونص، تقول ملكيتها الى مصر بعد النهايه الايجار. هتكلفني 16 مليون في السنه يا سيدي، قول 20 مليون. طبعا. ما احنا بنعمل حاجات لا يعني لا الكره المصريه ما بتستفيدش منها، وبتتكلف 100 مليون و200 مليون و150 مليون. هي جت على دي؟ لا، انما انت هتضيف دعم اساسي للمنظومه وللكره المصريه بتطبيق الفار، عشان احنا حكامنا بصراحه لا محتاجين شغل ومحتاجين عمل اكبر من اللي هم. ليه ما تمش الشغل او العمل على تطوير الحكام الاول قبل تطبيق التقنيه يا استاذ اسامه؟ طب انت رجعتني تاني. ما هو ده ملف بقاله فتره كبيره. ما انا بقول مفيش اي تطور في اداء الحكام. ما هو مفيش تطور، لان الحكام انت بتشغلهم فين؟ انت الحكام مفيش لهم سند او ظهير بيدافع عنهم. الحكام متبهدلين على الفيس وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وفي الفضائيات. النهارده الحكم بيتشتم انت ما هيديك ليه؟ قول لي هو جد جريشه فين؟ فين؟ انا بسالك تسالني. انا ما اعرفش. مش موجود ليه؟ عامل له ايقاف؟ طب النهارده بتقول لي انا ما بعلنش الايقاف. طب ما هو باين انها ايقاف. ما هي واضحه انها ايقاف. لا انت دعم حكامك الاول يا سيدي، لبسهم وشيكهم وخليهم حاجه محترمه وجميله. طبعا الناس محترمه. هتتفرج. انا ما قلت اما لو ايوه لا يعني برضو دي حاجه يعني انا برضو اللبس والزي والادوات والحاجات دي يا اخي اعمل لهم اختبارات جميله. على فكره هم بيعملوا لهم مشاريع كويسه قوي للحكام بس مش بالطريقه المثلى اللي نطلع لي. يا اخي خلي عندي 8 حكام حلوين، ما تعمليش 100 حكم. ما تدخليش بحكامات المحكمات الكره النسائيه عشان تواكب لي العصر وتعمل لي، وانا ما عنديش حكام رجالي. بص على الرجاله الاول وبعدين تطور لي الرجاله الاول. يا جماعه شوف ده الحكام بتتبهدل، يا جماعه بتنضرب. النهارده انت ادي لهم الثقه، اديهم الدعم، هتتفرج على جيل لا يمكن ان تتصور. مصر في يوم من الايام كان كل حكام كاس العالم يقول لك اشهر حكم من مصر. من ايام الكابتن انديل، من ايام الكابتن جمال الغندور نفسه، عصام عبد الفتاح، بتتكلم على جهاد جريشه، بتتكلم على اسماء كتير في الحقيقه، اسماء وشاركت وعملت تاريخ للتحكيم المصري. فانت النهارده ما جيش تقول لي لا قبل ما اعمل اطبق الفار فعلا كنت طورت حكامي اقوى من كده. كنت بقى انت بتعمل دورات له.
ما ايه الخبره اللي عندي عشان حكامنا اللي يروحوا في الفار دلوقتي اللي انت بتطوره بيتدربوا في الفار يا اخي ده انت لو طلعت اربعه او خمسه او سته سافروا دوله اوروبيه متقدمه وعاشوا فتره التحكيم وتعلموا السته يجوا يعلموا سته في سته في 36 ده كان المفروض من بدري الكلام ده كان المفروض من بدري طبعا انت عندك النيه لتطبيق التقنيه مش انا مش عايز اقصو على اتحاد الكوره اكيد اكيد الناس اللي اشكروا بيعملوا مجهود بصراحه هم بيحاولوا انت النهارده بيشتغلوا على اساس ان هجي لهم الموافقه من الجهات جت ولا لسه لا لحد الان لسه ولا حتى من الوزاره ما يعتبر طالما اشتغلوا يبقى خلاص جت بس رسميا التدريب طالما اشتغلوا التدريب اعتبر ان الحاجه وصلت خلاص هي مساله وقت الرسمي يعني الموضوع يعني انا مش عارف انت عارف يعني اللي معطل طيب الموافقات لا مش معطل الموافقات انت في سنه جديده وعلى فكره الدوله لا تتاخر على الرياضه المصريه ولا طبعا المصري. طبعا طبعا معروف لان دي السلعه الاولى في مصر اللي بيشتريها كل كل ابناء البلد من الجماهير اهم السلع كره القدم طب هي التكلفه دلوقتي بتاعت الفار على مين الدولة ولا اتحاد الكورة؟ ما اتحاد الكورة ما احنا ما عندكش اتحاد كورة. انتوا يا جماعة انتوا مصدقين ان احنا عندنا اتحاد كورة؟ امال احنا عندنا احنا عندنا لجنة خماسية موظفين من قبل الفيفا. اوكي بس هم اللي بيديروا الاتحاد يعني. ما هم اللي بيديروا الاتحاد أوكي. من خلال الفيفا. طب هو الاتحاد عنده ميزانية يقدر يدفع الفلوس ولا مين؟ ما الميزانية كبيرة جدا في الاتحاد وعندهم الامكانيات وكل حاجة. طب ما ده انا بتكلم بس بتتوجه فين؟ للفار؟ الفار دوت لا ده الفار دي بكره تتفرج انا وبعتبرها من الحاجات الاستثماريه الحلوه المحترمه الناس دي شغاله بقوه ليه؟ عشان بيتقاضوا اجر ده خلاص بقى معروف ده فعلا لا ما احنا قلنا لك في اول حاجه قلت لك انت قلتها لي طبعا في الاول دي حقيقه ودي من اجمل الحاجات هي دي بتعيبهم فيها لا ما فيهاش عيب دي انا وده اللي انا بقول عليه عشان تطور يا جماعه خلوا مجالس الادارات مش في اتحاد الكره بس وفي الانديه وفي مركز الشباب بمقابل اتفرج على الناس دي شوف هتعمل ايه وبتكسب ومش هتخسر طب احنا اللي نعرفه يا استاذ اسامه وحضرتك ممكن تصحح لنا المعلومه برضو ان مثلا لو اعرف اقول ان مثلا اتحاد الكره كان حاول ان الانديه تساهم في المبالغ الماديه الخاصه بتطبيق التقنيه والانديه رفضت وبعد كده لجأوا لوزارة الشباب والرياضة ووزارة الشباب والرياضة رفضت وقالت ان انتوا عندكم الميزانية الكافية لتطبيق التقنية والتكفل بكل الامور المادية الخاصة بيها هقول لك ليه في الفترة اللي كان بيدي فيها وزارة الشباب اللي كانت بتدعم الاندية كانوا ممكن نقول لك نوافق انما وزارة الشباب والرياضة ما عادش بتدي لاي نادي هي كل اللي هم المؤسسات بتاعتها اتحادات لجنة اولمبية فقط لا غير مراكز الشباب حتى مراكز الشباب ما عادتش بيديهم دعم فالنهارده انا هديك مش هديك دعم وانت جاي تطلب مني تعمل تقنيه فار طب انت بتبيع حقوق البث دي لمصلحه مين ما تيجي نحسبها بقى تسويق المباراه ده لحساب مين اعمل سوبر مصري في الامارات والاهلي والزمالك هيكسبوا في لا ده مصلحه السوبر مصلحه الاتحاد طبعا اصرف بقى من عندك يا اخي وطلع طيب ايه هي الانديه اللي تقدر تدفع مصاريف الفار قليلين جدا خمس ست انديه انا مو بقيت الانديه مش هتدفع طب انا استفدت ايه؟ انا بعمل فار لك عشان اصرف عليك؟ لا هو اتحاد الكره فيه فلوس طبعا والدليل ما يصرف من مرتبات للجنه الخماسيه بتجي لك من الاتحاد الدولي من حصه مصر الماليه في الاتحاد الدولي هو بيدفع لك منه فالنهارده انت تيجي تقول لي هعمل قرار بتاخد موافقه مين الاول؟ باخد موافقه الاتحاد الدولي باخد موافقه الكابتن فاطمه سموره ولا فاطمه سموره فاطمه سمور هي اللي تتحكم فيه هي اللي تقول واللي زي ما حصل في الاحتفاليه بتاعت اختيار الافضل فلذلك انا شايف لا انا شايفه دي تجربه هتبقى كويسه جدا ومفيده وهتبين ان اتحاد الكوره بيكسب مكاسب كبيره جدا ما بيخسرش نتمنى لهم التوفيق في كل الامور اللي هتكون في صالح الكره المصريه بكل تاكيد يا استاذ اسامه نورتنا وشرفتنا ربنا يخليك وبالتوفيق للاهلي ان شاء الله ان شاء الله باذن الله وباذن الله انا شايف ان اللي جاي احسن كتير هيبقى احسن كتير ان شاء الله باذن الله استاذ اسامه صقر الناقد الرياضي الكبير رئيس القسم الرياضي بجريده الجمهوريه كان ضيفنا العزيز في حلقه اليوم من كلام في الميديا بكره حلقه جديده ان شاء الله استنونا الى اللقاء